كان اول بث لها في واحد تموز 1936. لهذا تعد هي ثاني اذاعه على المستوى العربي. السلام عليكم. المصريين سبقونا بتاسيس اذاعتهم بسنتين. طبعا مصر تختلف عن العراق. مصر كدوله كانت أه، 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 هي اقدم من تاسيس الدوله العراقيه الحديثه اقصد يعني آه، الحكومه او المملكه المصريه كانت بذاك الوقت هي امتداد لحكومات آه، محمد علي باشا وابناءه والخديويات والملوك اللي يجوي فكانت آه يعني اقدم واعرق ولهذا فرق سنتين آه أشوفاني كلش قليله ومتاخره مصر آه فاحنا كنا دوله حديثه صار لها 15 سنه بزمن الملك غازي افتتحها واول بث كان لها 1 تموز 1936 سبقت هاي محاوله الملك غازي بانشاء اذاعه قصر الزهور فكان يبثها ويبث من خلالها يعني توجهاته الفكريه القوميه اللي كانت شويه عادي النظام البريطاني اللي آه اللي اسس الدوله العراقيه لهذا يقال انه هو عمليه اغتياله كانت لهذا السبب ولهذا التوجه آه عموما الاذاعه بعد سنه اجت آه اجهزه جديده واهدتها الحكومه البريطانيه للعراق وصارت آه الاذاعه اللاسلكيه الجديده بال37 فتحت بال38 وصار البث بدل ما كان بالاسبوع مرتين صار يومي وبشكل يومي، وبدات الناس تسمع من خلال الراديو وهذا الـ الـ الحدث كان كلش مهم وإلى وسبب بنقله نوعيه ثقافيه آه ونقله بالوعي آه المجتمعي آه بدات الناس تسمع الاخبار اللي كانت الناس ما تسمعها الا عن طريق آه وسائل بدائيه او عن طريق الجرايد ومو كل الناس وما كانت الجرايد كلش متاحه. آه بالاذاعه بدينا آه بدينا نحتك بالعالم نختلط بهم نسمع عنهم ارتبطنا بهم من خلال الإذاعة وعرفنا شنو أخبار محيطنا الإقليمي وأخبار العالم وبالعكس فبلشت الإذاعة بهذا البث وكانت تنفتح واللي كنا نتذكر بصوت البلبل الميكانيكي اللي كان يبث الناس كانت تتصور أنه بلبل حقيقي بالإذاعة يصوفر صفر ثلاثين سنه هذا البلبل او 40 سنه المهم جر هذا الحدث 2003 فقد هذا هذا البلبل الميكانيكي او الالي وجاب احد الزملاء والفنانين والاساتذه استاذ خطاب عمر الى شبكه الاعلام والان هو موجود بمتحف شبكه الاعلام. وظلت الاذاعه ومنذ تاسيسها وكان اول المذيعين بها من اوائل المذيعين السيد حسين الجيلاني والاستاذ محمد عبد اللطيف اول من غنى بها مطرب العراق الاول الفنان محمد القبنشي وغنى سليمه مراد وغنى بي الشهير العراقي عزيز علي منولوجات الرائعه والخالده واللي لحد الان احنا نسمعها وكانما دا يغني بها على هذا الوقت احدى من الاحداث المهمه والطرائف اللي مرت والشغلات الغريبه والصدف أه انه في يوم من الايام فنانة فوزي عارف رايحه للاذاعه ماخذه صديقتها وياها فمدير مدير الاذاعه بذاك الوقت الاستاذ عبد الجبار ولي هذا الحكي 1962 سمع صوت صديقة فوزية عارف وعجب بي وقال صوت الصوت اذاعي رخيم وجاهز حتى ما يحتاج تدريب فكانت هي السيده امل المدرس اللي آه يعني كانت عن طريق الصدفه وصارت هذه المذيعه القديره آه الله يطول بعمرها اللي هي امنا خالتنا وستنا اللي علمتنا وسمعنا اخبار منها وبرنامجها عشر دقائق اللي كان يلخص ما يحدث بالعالم بعشر دقائق تجيب لنا اياه وتذيعه بصوت هادئ كانما هدير مال مي صوتها أه واللي تعرضت على يد الارهاب طبعا بحادث اجرامي أه بعد 2003 والحمد لله تشافت منه ورجعت للاذاعه برنامجها استوديو 10 الشهير اللي كان ينبث بالثمانينات والتسعينات رجع للبث من جديد باذاعه بغداد الاذاعه العريقه اللي هي تمثل أه جزء من مؤسسات الدوله وثقافه العراقيين وتاريخهم ونتمنى لها طولة العمر لها ولكل القائمين بها والسلام عليكم